ضمت قائمة أسماء المعينين بمجلس النواب لعام 2021 اسم المستشار إبراهيم الهنيدي الذي شغل منصب رئيس لجنة شؤون الأحزاب. فالمستشار إبراهيم ولد بمحافظة القاهرة عام 1949 وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جداً. التحق بالعمل بالنيابة ثم عمل معاوناً للنيابة وترقى في السلم القضائي حتى درجة رئيس نيابة. عمل بجهاز المدعي العام الاشتراكي وبعد بعدها رئيساً بمحاكم جنوب القاهرة ثم مستشاراً بمحاكم الاستئناف. عمل مستشاراً بمحكمة النقد وانتدب مساعداً للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو. وتعد قضية الفساد بمؤسسة الأهرام الصحفية هي القضية الأبرز التي تم فتحها أثناء ولايته لجهاز الكسب غير المشروع. تولى منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق. وفي سبتمبر من عام 2015 وافق مجلس القضاء الأعلى بالإجماع على إعادة تعيين القاضي إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية السابق لعمله نائبا لرئيس محكمة النقد. كان من ضمن الثلاثة المرشحين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى العام الماضي لإرسالهم لرئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس محكمة النقد. وفي يوليو من عام 2017 عين إبراهيم الهنيدي نائبا ثاني لرئيس محكمة النقد، وهو المنصب الذي يشغله حاليا بالإضافة لعضويته في لجنة شؤون الأحزاب. كما تولى منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقد، ومن ثم تولى رئاسة لجنة شؤون الأحزاب السياسية.